لقاء او تحرك هيئه رئاسه مجلس النواب قبل عيد الاضحى المبارك الى الداخل. طبعا هو سيكون لهذا الغرض، التجهيزات اللوجستيه من حيث المكان والترتيبات الامنيه والترتيبات اللوجستيه ايضا من قاعه ومن غيرها من الاشياء التي لابد ان تتوفر لانعقاد مجلس النواب. ونحن في حقيقه الامر طبعا نحن نريد ان ينعقد المجلس، ولا يهمنا ان يكون، لا نريد فنادق 5 نجوم ولا نريد قاعه كبيره، مستعدين ان ننصب خيمه ويقام فيها اجتماعات مجلس النواب، ونحن ايضا مستعدين ان نجلس في اي مكان لدى اي جهه في مدينه في بيوت في، ليس بالضروره ان ينعقد المجلس في مكان تتوفر فيه الفنادق ولا تتوفر فيه السكن الراقي، احنا عائدين الى بلدنا وسنسكن في المكان الذي نراه مناسب. يهمنا قبل كل شيء ان تتوفر الاراده الصحيحه لانعقاد مجلس النواب، ما عدا ذلك هي من الامور السهله والذي يمكن ان تتوفر بسهوله ان شاء الله سبحانه وتعالى. والله شوف احنا من اول منذ ان انعقد مجلس النواب في سيئون وما تلاها طبعا، ونحن ندعو ايضا الجهات المعنيه سواء في قياده الشرعيه او في التحالف على انه لابد ان تتوفر الظروف المناسبه لانعقاد مجلس النواب. طبعا كان هناك امل كبير لدى الجميع على انها يتم تسويه الاوضاع السياسيه التي كانت سائده في عدن، وخاصه بعد ان تم اتفاق الرياض، لاجل ان ينعقد مجلس النواب وتعود الحكومه وتعود ايضا القياده الشرعيه الى داخل، لكن حصلت ظروف نعلمها جميعا حالت دون ذلك. لكننا الان ان شاء الله سبحانه وتعالى نامل من الاخ الرئيس وكل من يعنيه الامر في تسهيل وتسخير الظروف المناسبه لانعقاد مجلس النواب. ونحن في الحقيقه طبعا الان حددنا الموعد المناسب لانعقاد مجلس النواب، واذا تاثر انعقاد مجلس النواب فلن نتوانى او لن نتراجع في ان نقول من يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب او وراء تعطيل مجلس النواب ان يقوم بدوره المنشود ودوره المناط به بموجب الدستور والقانون. سنصارح شعبنا وسنصارح الجميع ونقول بالتحديد ما هي الجهه او من هي الجهه التي تقف حائل امام انعقاد مجلس النواب.